ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني نحن شايفين زراعة السمسم الموجودة عندكم هلا حاليا. خلينا نقول هي جديدة على دركوش، ما بتزرع سابقا؟ نعم نعم. هاي الزراعة طبعا الأولى لكم للسمسم؟ والله أول مرة بنزرع، بس يعني الحمد لله رب العالمين، موسم كويس وكويس السمسم ما شاء الله، كل شيء قدامنا الحمد لله رب العالمين. تمام. هلا أنتم ليش اخترتوا الزراعة مثلا إنه هون بين الرمة؟ ليش ما أراضي سليخ مثلا أو أراضي مكشوفة ما مزروعة أشجار؟ والله رمان لسه نصبة صغيرة، لأنه يعني مستخدم الأرض أحسن ما تضل هيك بور، والسمسم كويس ناجح 100%، يعني الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله السنة الماضية كان لنا هون زيارة، ولكن المشكلة إنه تأخروا شوي بالزراعة، فهذا الأمر أثر بشكل كتير كبير على مسألة التجفيف بالنسبة للسمسم. عندكم خبرة سابقة ولا هيك إنه حبيتوا تنوعوا هاي السنة بموسم جديد؟ لا في خبرة سابقة الحمد لله رب العالمين، بس يعني بالنسبة للأرض والشجر عم تسألني. أيوة. الشجر لسه صغير، بنستخدم الأرض. ايوه. إيه ما في مساحات واسعه يعني لنزرع السمسم، انا بنجرب يعني. تمام. السنه او الموسم اللي قبله ايش كنتوا زارعينه؟ كنا بالشتويه زارعين بصل والله. يعني هاي الارض بشكل دائم شغيله؟ ايه بشكل دائم شغيله. إيه. تمام. هون احنا بنعرف انه مصادر المياه قريبه، حافرين بير ولا من العاصي؟ لا من العاصي وفي بير. ايوه، معناته مو بعيد كثير. لا مو بعيد. زراعه السمسم بتكونها باول نيسان لما بتكون الارض عادي، اما المروي ما في مشكله تاخير وشهر. ما في مشكله شهر شهر وشوي، يعني باخر ايار مثل بعضها ما بيأثر. تمام. هلا بالنسبه للزراعه لك، بدرته بدار ولا صبيته صب؟ لا تقبيع على الايد. تقبيع؟ تقبيع. ايه. قديش اكل منك وقت؟ والله يعني نهار ونص. نهار ونص. إيه؟ المساحه هون المزروعه قديش؟ يعني شي دلومين ونص السمسم، هي أرض السمسم ده شي دلومين ونص. هلا شايف حتى انه ما شاء الله يعني في تنويع بالنسبه للزراعة، يعني مو بس بالسمسم، يعني حتى الارتفاع ما شاء الله يعني راح يوصل تقريبا للمترين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. السمسم كثير كويس، وعتلينا فيه وشايف شفت انك البركه الحمد لله، هذا من فضل الله. الحمد لله رب العالمين. حتى باينتوا انه تقريبا شبه مستحصد ان شاء الله، شيء شي 20 يوم 25 يوم. ايه بده شي شهر يعني. ايه تماما. فالإنتاج موجود. إحنا سابقاً كانت الزراعات موجودة عنا أو بالمناطق، ولكن سبحان الله لما كان في مي. هلا مع رجوع المي كان للبالعة أو لغيرها، إن شاء الله تبدأ هاي الزراعات من جديد إن شاء الله. الله يجزاك الخير ويعطيك العافية.